السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم سريعا كده عن الكومبلمنت. بالنسبه لي الديسيمال، فعندنا ال 10 كومبلمنت و ال 9 كومبلمنت، وبالنسبه للباينري فعندنا ال 2 كومبلمنت و ال 1 كومبلمنت. اللي هنقوله على ال 10 كومبلمنت هينطبق على ال 2 كومبلمنت، اللي هنقوله على ال 9 كومبلمنت هينطبق على ال 1 كومبلمنت بنسبه كبيره بينهم، باختلاف ان ديت ديسيمال وديت باينري. اول حاجه ال 10 كومبلمنت هي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 9 كومبلمنت بلس 1 او ار ان ماينس ان. الار اللي هي البيز، الان اللي هي عدد الديجيتس، الان كابيتال اللي هي الرقم اللي احنا عايزين نجيب الكومبلمنت بتاعه، تمام كده. فعندنا هنا اول حاجه، لو احنا هنتكلم عن ال 9 كومبلمنت بلس 1 بنجيب عدد الديجيتس بنحطها 9 ناقص الرقم اللي احنا عايزين نجيب الكومبلمنت بتاعه. بعد ما يطلع الرقم دوت هن بلس 1 ليها، فهيطلع 10 كومبلمنت. الطريقه الثانيه اللي هي ال ار ان ماينس ان، فبنحط 1 وجنبيها عدد الديجيتس 0 ناقص الرقم اللي احنا عايزين نجيب الكومبلمنت بتاعه. يبقى احنا يا اما نجيب عدد الديجيتس 9 بلس 1، يا اما هنجيب 1 وجنبيها عدد الديجيتس 0 وهنشتغل بيها على طول. طيب بالنسبه لي ال 9 كومبلمنت بقى بنجيبه ازاي؟ اللي هو rn minus 1 ناقص ln. في عندي الرقم اللي احنا عايزين نجيب الكومبلمنت بتاعه، بنشوف في كام ديجيت، دي كده ال n small و ال n capital اللي هو الرقم نفسه. فلو عايزين اللي احنا هناخد مثال مثلا على طول، اول حاجه احنا هنجيب ال 10 كومبلمنت، فعندنا هنا رقم زي 1234. ال n small اللي هي عدد الديجيتس 4، ادي 1 2 3 4، فانا كده معايا ال n small بكام؟ ب 4. طيب وعندي ال n capital 1234، انا عايز اجيب ال 10 complement. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما هقول 9999 اللي هي عدد الديجيتس 9 ناقص الرقم اللي انا عايز اجيب ال complement بتاعه واطلع الناتج بلس 1، يا اما اللي انا اقول له ار ان ماينس ان اللي هي 1 وجنبيها عدد ديجيتس 0 اللي هو عدد ديجيتس هنا هيبقى 4 0، فهتبقى 1 وجنبيها 4 0 ناقص الرقم اللي انا عايز اجيب الكومبلمنت بتاعه وهيطلع لي نفس الناتج. لو احنا عايزين نجيب ال 9 كومبلمنت فعندنا القاعده اللي هي rn minus 1 ناقص ln. فلو عندي هنا ال n 1234 نفس الرقم، وعندنا ال n small اللي هي عدد الديجيتس بتاعته بي 4، يبقى انا كده هجيب ال 9999 ناقص 1234 هيطلع لي 8765. طبعا عارفين ان في فرق بين ال 10 كومبلمنت وال 9 كومبلمنت بمقدار 1، فهنلاقي هنا في ال 10 كومبلمنت ان ديت 65 وديت هتلاقيها 66. لو هنتكلم على الباينري فعندنا ال 2 كومبلمنت وال 1 كومبلمنت. ال 2 كومبلمنت بتبقى ال 1 كومبلمنت بلس 1، او اللي احنا بنحط 1 وجنبيها عدد الديجيتس 0 ناقص الرقم اللي احنا عايزين نجيب الكومبلمنت بتاعه. فعندنا هنا ال 2's complement عبارة عن ال 1's complement plus 1 أو اللي هي rn minus n. فلو احنا هنقول 1's complement plus 1 فهنجيب عدد ال digits هنحط مكانها وحايد، زي ما كنا في ال 9's complement بنقول بنجيب عدد ال digits 9، فهنا هنقول عدد ال digits وحايد. ولو احنا هنمشيها بالقاعدة التانية اللي هي rn minus n، فبنقول اللي هي 1 وجنبيها عدد الديجيتس 0 زي ما كنا بنتكلم على ال 10 كومبلمنت بالظبط. وبرده بنفس الكلام في ال 1 كومبلمنت، فبنقول هنا اللي احنا هنجيب عدد الديجيتس اللي هو هنا 4، فهنحطه وحايد، فهتبقى معانا 4 وحايد ناقص الرقم اللي احنا عايزين نجيب الكومبلمنت بتاعه، وبنطرح عادي جدا. او اللي احنا ممكن نبدل الوحايد 0 والاصفار وحايد، تمام. طب عايزين دلوقتي بقى اللي احنا نطرح رقمين ديسيمال بال 9 كومبلمنت وبال 10 كومبلمنت. اول حاجه بال 9 كومبلمنت، فعندنا ستيبس. اول ستيب اللي احنا هنجيب ال 9 كومبلمنت بتاع الرقم الثاني. تاني ستيب اللي احنا هنجمع الرقم الاولاني مع الكومبلمنت بتاع الرقم الثاني. تالت ستيب اللي احنا هتبقى عندنا تو كيسز. لو لقينا ان الناتج عدد الديجيتس بتاعته اكبر من عدد الديجيتس بتاعت الارقام الاصليه، يبقى احنا هنا هناخد من الناتج دوت اول ان ديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصليه. يعني لو انا عندي الاصليه كانت 4 والناتج كانت 5، يبقى انا هاخد اول 4 ارقام من الناتج. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هزود عليها 1،
تمام كده، هزود على الناتج دوت واحد. يعني عندي هنا دلوقتي في ديت 10226، المفروض ان ديت 5 ديجيتس، وعندي الارقام الاصليه كانت 4 ديجيتس، فهناخد اول 4 ديجيتس اللي هي 0226 وهنزود عليها واحد فهتبقى 0227، وعندي الزيرو في الشمال في الديسمال ملهوش لازمه، فبالتالي وصلت معايا ان هي 227. الكيس التانية ان انا لقيت ان عدد الديجيتس بتاعت الناتج نفس عدد الديجيتس الاصلية، ففي الحالة ديت كل اللي انا هعمله ان انا مش هيبقى فيه فاينل كاري، هاخد الناتج اجيب الكومبلمنت بتاعه واشوف الناتج الاخير دوت احط جنبيه الاشارة سالبة وبس على كده. لو احنا هنجيب التنز كومبلمنت فعندنا اول حاجة برضو نفس الفيرست ستيب اللي هي اللي احنا هنجيب الكومبلمنت بتاع الرقم التاني، وهنجيب المجموع بتاع الرقم الاولاني مع الكومبلمنت بتاع الرقم التاني. وعندنا نفس التو كيسز اللي هو لو عدد الديجيتس بتاعت الناتج اكبر من عدد الديجيتس الاصلية فهنيجي هنا هنديسكارد الفاينال كاري، مش هنعمل لها اديشن زي عملنا في الاول. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هناخد اول ان ديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصلية. لو احنا كان عندنا هنا الديجيتس الاصلية باربعة، فاحنا كل اللي احنا هنعمله هنا اللي احنا هناخد اول 4 ديجيتس من الرقم دوت ومش هنعمل اديشن خالص، فبالتالي هنا عندنا 0329 والزيرو على الشمال ملهوش لازمه فهتبقى 329. يبقى خد بالك من الفرق بين اول كيس في الناينز كومبلمنت والتنز كومبلمنت. في الناينز كومبلمنت كنا بناخد اول ان ديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصليه وبنزود على الرقم دوت واحد، لكن في التنز كومبلمنت فاحنا بناخد ال n digits بس وشكرا على كده مش بنزود اي حاجه. بالنسبه للكيس الثانيه اللي هي لو لقيت ان عدد digits الناتج نفس عدد digits الاصليه، ففي الحاله ديت بجيب التنز كومبلمنت بتاع الناتج دوت، وطبعا بما ان انا بجيب التنز كومبلمنت فبتنطبق عليه القاعده بتاعه التنز كومبلمنت اللي هو الناينز كومبلمنت بلس 1، وهحط الناتج الاخير باشاره سالبه زي ما عملنا في اول واحده. يبقى الفرق بين الكيس الثانيه في الناينز كومبلمنت والكيس الثانيه في التنز كومبلمنت اللي انا زودت واحد بحكم ان انا بجيب التنز كومبلمنت مش الناينز كومبلمنت. يبقى انا الكيس الاولى في الناينز كومبلمنت اللي هو لقيت ان عدد الديجيتس بتاعت الناتج اكبر من عدد الديجيتس الاصليه، باخد اول ان ديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصلي وبزود على الرقم واحد. تاني كيس في الناينز كومبلمنت اللي هو ان عدد الديجيتس الناتج نفس عدد الديجيتس الاصلي، فبجيب الكومبلمنت بتاع الناتج وبحط الرقم اللي هيطلع لي في الاخر باشاره سالبه. في التنز كومبلمنت الكيس الاولانيه ان هي لقيت ان الديجيتس بتاعت الناتج اكبر من عدد الديجيتس الاصليه، فباخد اول ان ديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصليه ومن غير ما ازود اي حاجه عليها. الكيس الثانيه ان لقيت عدد الديجيتس الناتج نفس عدد الديجيتس الاصليه فهجيب التنز كومبلمنت بتاعه واحط الاشاره سالبه في الاخر. بالنسبه للباينري فعندنا اول حاجه الوانز كومبلمنت، نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه في الناينز كومبلمنت بالظبط، وهو ان انا اول حاجه هجيب الناينز كومبلمنت بتاع الرقم التاني، هجمع الرقم الاولاني مع الكومبلمنت بتاع الرقم التاني. بعد كده عندي تو كيسز. الكيس الاولانيه هي ان عدد الديجيتس بتاعه الناتج كان اكبر من عدد الديجيتس الاصليه، وفي الحاله ديت باخد اول ان ديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصليه وبزود على الرقم واحد اللي هو هنا قلنا 1100 زائد 1010، احنا هنحسبها بالارقام كده يعني، فهيطلع لنا 10110. هنيجي اللي احنا هناخد اول 4 ديجيتس بس اللي هي 0110 وهنزود عليها واحد فهيبقى عندنا 031. الكيس الثانيه وهي ان عدد الديجيتس الناتج نفس عدد الديجيتس الاصليه، وفي الحاله ديت كل اللي احنا بنعمله اللي احنا هنجيب الكومبلمنت بتاع الناتج دوت وبنحط الاشاره سالبه زي ما عملنا في الناينز كومبلمنت. الكيس الثاني التوز كومبلمنت، فبنجيب الكومبلمنت بتاع الرقم الثاني بنجمع الرقم الاولاني مع الكومبلمنت بتاع الرقم الثاني. عندنا تو كيسز. الكيس الاولانيه ان عدد الديجيتس بتاعت الناتج
كان اكبر من عدد الديجيتس الاصليه. وفي الحاله ديت بناخد اول ان الديجيتس ليهم نفس عدد الديجيتس الاصليه وشكرا، مش بنعمل اي اضافات. في الكيس التانية لقينا ان عدد الديجيتس بتاعت الناتج نفس عدد الديجيتس الاصلية، وهنا بنجيب التوز كومبليمنت بتاع الناتج وبنحط الاشارة جنبيه سالبة زي ما عملنا في التينز كومبليمنت الكيس التانية. كنا بنتكلم بسرعة عنها كده، بس هي تعتبر مراجعة علينا فعشان نفتكر القصة بتاعتها بس مش اكتر يعني. اتمنى ان هي كده تكون وضحت، وبالتوفيق ان شاء الله.